بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين ونتوكل. مشاهدينا متابعينا الكرام نحييكم ونرحب بحضراتكم أجمل وأطيب تحية وترحيب مع انطلاقة شوطنا 21 للإبكار وشوط أيضا خاص بالإنتاج والمنتجين. لننطلق مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات المتواجدة مقدمة الشوط. أتابع الشاهينية بشعار عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني من يتقدم مع أول المراكز. المركز الثاني ومن أتت في هذه اللحظات الاستشارية الحاضرة بشعار عامر بن علي بن عامر المري يقدم لنا الاستشارية الحاضرة في هذه اللحظات بينما المركز الثالث والقادمة بكل قوة مع المركز الثالث لتنضم في هذه اللحظات. شعار عبيد بن سعيد بن زعل السبوسي من يقدم لنا شعاره من يقدم لنا هذه الانطلاقة ويقدم لنا أوهيه الحاضرة والقادمة بكل قوة بينما المركز الرابع القدوم الحضور من شعار سلطان بن حمد بن مطر بن عمير الشابس يقدم لنا طماعة القادمة في هذه اللحظات بينما المركز الخامس القدوم والحضور في هذه اللحظات من همس علي بن عبيد بن محمد بن عبد الله الراشدي سلام. بينما أتابع قرار الحاضر هنا خليفة بن محمد بن شاهين المرر من يقدم لنا شعاره بينما أتابع القدوم بينما أتابع الحضور من سيافة حمد بن محمد بن سعيد بن سالم بن دربش العامري هو المنظم في هذه اللحظات. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى هذا الانطلاق إلى انطلاق الاستشارية عامر بن علي بن عامر المري من يقدم لنا الاستشارية وينطلق مع الاستشارية بهذا العرض الكبير بهذا العرض الممتاز اللي تقدم الاستشارية انطلقت في هذه اللحظات لتقدم هذه العروض 1200 يا مالك. الاستشارية المركز الثاني احضرت قرار خليفة بن محمد بن شاهين المرر ولكن العملاق العيناوي قادم مظفر يا مظفر مع احتلال مبارك بن مظفر بن محمد العامري وكذلك القادمة غزر لعلي بن محمد بن سعيد الناصر القادم بكل قوة بكل قوة قادم بشعاره قادما بهذا العرض. وأتابع أيضا قرار القادمة مع خليفة بن محمد بن شاهين المرر هو القادم في هذه اللحظات ولكن الاستشارية الاستشارية بالعرض الكبير الاستشارية والعصا في الأبطان انطلقت في هذه اللحظات بشعار عامر بن علي بن عامر المري يقدم العروض الكبيرة يقدم العروض ممتازة مع آخر الأمتار والعصا في الأبطان العصا راكدة يا راح الاستشارية يا راح الاستشارية. المركز الثاني احتلال قادمة مع المركز الثاني وقرار واصلة ولكن الاستشارية روح يا بن طفلة روح روح للفوز والعصا في الأبطان بثقة الكبار بثقة الكبار. يا سلام يا سلام يا سلام يا ابو علي يا سلام على هذا العرض الكبير راحت الاستشارية الاستشارية سلام سلام لعامر بن علي بن عامر بن طفل المري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني من وصلت احتلال مبارك بن مظفر بن محمد العامري والمركز الثالث أوصلت مشاهدينا متابعينا الكرام قرار خليفة بن محمد بن شاهين المرر والمركز الرابع مشاهدينا الكرام أحضرت عبلة لسهيل بن سالم بن سهيل الخيلي والمركز الخامس أوصلت اللي هي الجازي طالب بن شريان بن محمد بن علي المري. تانينا لك يا مالك الاستشارية عامر بن علي بن عامر بن طفلة
المري من قدم لنا شعاره وانتزع ناموس هذا الشوط والعصاف الابطان بكل جدار. 4 دقائق 22 ثانية، 3 أجزاء من الثانية تانينا، والناموس على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني. من حضرت مشاهدين الكرام احتلال مبارك من مظفر بن محمد العامري قدم لنا شعاره 4 دقائق 24 ثانية بالوفاء والتمام، بينما المركز الثالث الوصول من قرار خليفة بن محمد بن شاهين المرر من قدم لنا شعاره مع المركز الثالث توقيته ولحظات وصولها 4 دقائق 24 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، بينما المركز الرابع عبله لسهيل بن سالم بن سهيل الخيلي قدم لنا شعاره مع المركز الرابع في هذه اللحظات توقيته ولحظات وصول رابع المراكز 4 دقائق 25 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، بينما المركز الخامس الجازي لطالب بن شريان بن محمد بن علي المرك قدم لنا شعار 4 دقائق 26 ثانية وجزء 1 من الثانية تانينا، والناموس لجميع الفائزين.